بين عنوان الاتجاه إلى إرجاء جنيف 2 وتطورات الأمنية والقضائية والسياسية المتلاحقة في طرابلس، وصولا إلى الزيارة المرتقبة للرئيس سليمان إلى السعودية، تنوع اهتمام الصحف في بيروت هذا الصباح التي أشارت إلى بقاء أزمة تشكيل الحكومة على حالها، لا بل ربما عودتها إلى المربع الأول. هذه المواضيع وغيرها سأناقشها مع ضيفي النائب جوزيف المعلوف، عضو كتلة نواب زحلي والقضاء وتكتل نواب القوات اللبنانية. صباح الخير أستاذ معلوف. صباح النور لحضرتك. أهلا وسهلا بك. سنبدأ بالعنوان الإقليمي وتحديدا بموضوع جنيف 2 تحت عنوان الإبراهيمي لا موعد لعقد جنيف 2 حتى الآن. أرما حمصي بكاريكاتير جريدة النهار رسم الإبراهيمي يحاول بدون جدوى فتح باب المؤتمر، مع أنه عم بيوضع المفتاح بالمكان الخطأ. هل هذا هو السبب الذي يعني سيؤدي إلى إرجاء جنيف 2، المعالجة الخطأ للموضوع؟ ما بعتقد أنه الدور الأساسي بجنيف 2 هو للأخطر الإبراهيمي. كلنا بنعرف أنه في معادلة معينة خاصة بين روسيا والولايات المتحدة، وهيدي اكيد عم تعرقل، بالاضافه لبعض يمكن المراهنات اللي عم بتصير على الارض فيما يجري في سوريا، اللي عم تدفع بالفئات المعنيه بشكل خاص انه يمكن تاجل، لانه النظام معتبر انه يمكن في بعض الاستعاده لبعض المواقع على الارض السوريه من المعارضه والجيش الحر، بالاضافه الى انه يمكن بمكان من الأمكنة ما في ضمان للمعارضة أن تصل إلى تنحي الأسد من الرئاسة، اللي يشكل نقطة مفصلية بما هو مصير الأسد وهذا النظام تحت غطاء جنيف 2. يمكن هل الفكرة عكس اليوم الأستاذ رفيق خوري بالأنوار بيقول عقدة الحل بالمؤتمر لا تزال على حالها، النظام يرفض الذهاب لتسليم السلطة والمعارضون يرفضون الذهاب إلا لتسلم أكيد السلطة، والخلاف المستمر على دور الرئيس الأسد هو الموضوع الأبرز، وإذا كان كل الكلام على الحل السياسي فالفعل المستمر هو للخيار العسكري. يعني مثل ما شايفين الخيار العسكري هو الطاغي في هذه الفترة. هل بتخاف إذا ذلك من تداعيات على لبنان؟ يعني واضح أنه التداعيات على لبنان صارت موجودة، خاصة بما يجري بطرابلس، خاصة اليوم في وجود مسلح على الحدود السورية ضمن الأراضي السورية مقابل بيت رفعت عيد، بالإضافة لما يحدث في طرابلس والكلام اللي سمعناه مؤخرا من الرئيس الأسد، أو الكلام اللي عم نسمعه من كمان رفعت عيد باتجاه انه هو ولائه جندي صغير عند بشار الاسد. نعم. وبالاضافه لبعض التفجيرات وللاسف ومحاولات الاغتيالات اللي صارت واضحه انه اكيد متواصله ومترابطه مع النظام السوري بشكل مباشر. طيب طالما اشرت الى هذا الوجود السوري، قباله مثل ما قال عباس صالح بالنهار بالحديقه الخلفيه لمنزل علي عيد، شو الغرض 25 متر من الحدود، شو الغرض من هذا الوجود؟ هل هو للتخويف أم للاستعداد للتدخل إذا دعت الحاجة أم ماذا؟ لا، يمكن حابين يحفظوا مصداقيتهم من كلام الأسد حول أنه جبل محسن هي ولاية سورية، ولكن بستبعد تدخل عسكري بلبنان، بالرغم من أنه بعض الرموز النظام الموجودة بلبنان كمان عم بتخوفنا من هذا الموضوع، أنه كان قد يدخل الجيش السوري إلى لبنان. نعم. ولكن من الواضح أنه بالوضع اللي موجود فيه النظام والجيش السوري بستبعد جدا أن يكون هناك تدخل عسكري مباشر على الأراضي اللبنانية، اللي أكيد هو مجوب ومرفوض بالمطلق. هل يعني بتعتقد أنه يمكن توصيفه بالمواجهة الصامتة بين لبنان وسوريا؟ يعني حرب بردي يعني المواجهة الصامتة. مواجهة صامتة بيسوى، ليش لا؟ تكون لها رسائل معينة. طرابلس اليوم هل هي متروكة لحالها، مفتوحة على المجهول مثل ما عنونت السفير؟ يعني أكيد الأمل أنه أن تستمر السلطات المعنية والقوى الأمنية بمواجهة ما يجري في طرابلس. نحن كنا طلبنا ونطالب بنزع السلاح من طرابلس، والطريقة الوحيدة التي سيوصل مضبوط أهالي طرابلس ليناموا بأمان، وكفى اختطاف مدينة طرابلس
واهلها من المجموعات الصغيره اللي بيرفض عدد كبير من يمكن كل الطرابلسيين بشكل عام ضد منطق السلاح، ولكن على العدل كمان ان ياخذ مجرى خاصه بموضوع تفجير المسجدين، مسجد السلام ومسجد التقوى، وبموضوع كذلك للاسف ما حصل بالفان اللي تم اطلاق النار على بعض من ركابه. لانه اليوم جريده السفير اشارت الى انه طرابلس بقيت بمنطقه الخطر مفتوحه على المجهول، تسير فوق حافه رفيعه تطل على هاويه الفتنه، وليس هنالك بسلوك المسؤولين ما يؤشر الى انهم يدركون ان طرابلس تقف حقا على فوهه بركان. بالنسبه للمسؤولين هل كان بامكانهم القيام بافضل مما كان؟ يعني اكيد اي تحدي من هذا النوع ياتي مع بعض المجازفه وبعض التضحيات، ولكن من المفروض أن تبسط الدولة سلطتها بالمنطقة. مظبوط أنه يختلف الوضع في طرابلس عن مناطق أخرى بلبنان، ولكن الشيء لا يعني أن الدولة عاجزة عن القيام بما هو مطلوب بهذا الأمر. وأكيد صار من الملح جدا أن تبادر السلطات المعنية لأخذ القرار المناسب تجاه هذا الموضوع. اللواء أشرف ريفي بهالمقال بالسفير بيقول العدالة وحدها هي اللي بإمكانها تبريد النفوس المتشنجة. أكيد. بس تداخل الموضوع القضائي مع الموضوع السياسي هل رح يفتح مجال للعدالة تاخذ مجراها؟ بعتقد السياسيين على الأقل اللي سمعتهم من 14 أدار كانوا واضحين جدا بالمطالبة الملحة بأن يأخذ التحقيق مجرى وأن يسلم المتهمون المعروفين من الميلتين أو اللي بحقهم في مذكرات مفروض يا أما ينصاعوا ويقدموا نفسهم إلى العدالة أو يتم القبض عليهم بحسب القرار اللي اتخذ من قبل القضاء المعني. ولكن التهديدات يلي عم بيطلقها رفعت عيد وعلي عيد هل تؤشر الى انه الامور ذاهبه في هذا الاتجاه؟ يعني هلا في يوم الجمعه في تظاهره رفض وزير الداخليه ما انعطت رخصه لها. بس علي رفعت عيد عفوا بحديث للجمهوريه يحذر من حرب أهلية تبدأ بطرابلس لتمتد لاحقا لسائر المناطق اللبنانية بعد تخلي الدولة عن مسؤولياتها نتيجة الضغط السعودي عليها كما قال، ورفض أهالي طرابلس مد يدهم إلى يدنا الممدودة. نحن ذاهبين باتجاه مواجهة لهذا ما بالعكس، كان في ردة فعل إيجابية من أهل طرابلس باتجاه أنه كلنا لازم نلتقي كلبنانيين وكلنا مواطنين. نعم. ولكن ما بعتقد الأستاذ رفعت عيد يمثل كل العلويين بلبنان او حتى كل العلويين الموجودين بجبل محسن، وما فينا بالخالص نحكي غير باتجاه انه فليأخذ العدل مجراه. ولازم نذكر انه يمكن علي عيد وغيره ينضمون الى قافله المتهمين بلبنان اللي مرفوض تسليمهم، وهذا شيء مؤسف. وهون هل ان شاء الله الدوله تلجا الى العمل بجديه لطلب تسليم المتهمين من جميع الاطراف اللي بعد ما تسلموا اليوم، ان كان بمحاوله اغتيال الشيخ بطرس حرب او باغتيال الشهيد رفيق الحريري او بهالحاله هيدي ما حصل في المسجدين اللي معروفين بالاسماء كلهم هؤلاء المتهمين. بعد ما تعهد الرئيس مئاتي بانه يكون المثول امام القضاء، رد عيد اليوم بالقول انه من هي الجهه التي ستحقق معنا؟ نحن لا نتهرب، لدينا ادله، ولكن ما هو الضمان؟ هل هالرد هو بمثابه موافقه او تمهيد للقبول بالمثول امام القضاء؟ هذا الرد هروب مثل ما غيره هرب، وقت بنعرف انه في حقيقه مش عم تعاطى معها بجديه. نتهم الكل بانه ما عندهم الصلاحيه او منهم مرجع سليم انطلاقا من شعبه المعلومات اللي كلنا بنعرف عملها المميز عبر السنوات الماضيه من وقت كنت ولكن لا يثقون بها. في يعني بيعتبروا انه في سوابق ما في السوابق يعني الوحيده انه لجنه انه فرع المعلومات اكتشف الكثير من المؤامرات ضد الوطن، اكتشف الكثير من العملاء الاسرائيليين، بالاضافه الى كمان مش بس فرع المعلومات، يعني حتى المحكمه الدوليه متهمه وغيره متهم، كل جهه قضائيه إن كانت محلية أو دولية عم نتهمها أنها غير صالحة. ليش لحتى نقول أنه نحن كل المتهمين عندنا الأشرف الرجال وأشرف الناس ونرفض أي اتهامات من السلطات القضائية؟ لماذا الغمز من قناة المملكة العربية السعودية من قبل رفعت عيد بهذا الموضوع؟ يعني كلنا بنعرف أنه في اليوم
على طول اتهامات توجه بطريقه مباشره مش بس من قبل رفعت عيد، حتى باخر خطاب السيد حسن نصر الله الى السعوديه، يمكن لانه السعوديه ترفض الاستمرار بدعم نظام الطاغي في يعني في سوريا. موقف ثمن موقف سياسي اكيد اسمان سياسيه، وكلنا بنعرف انه اليوم عند موقف كان سابقة بتاريخ الأمم المتحدة السعودية برفض أن تكون عضو مؤقت في مجلس الأمن، وهذا شيء أكيد خلق ردات فعل، لأنه بالفعل للأسف المجتمع الدولي لا يتعاطى بجدية أو بحزم بكل المجازر التي تحصل بسوريا أو بمعيار واحد على في أكيد في ازدواجية معايير دولية ومحلية للأسف. تابعت لقاءات كريبة بالسعودية؟ نعم. التركيز او عوده الشان اللبناني الى صلب الموقف يلي اطلقه كاري بعد لقاء الوزير سعود الفيصل، هل له مغزى معين؟ وكيف ممكن تترجم الولايات المتحده هذا الكلام، يعني بانه ما رح نسمح لحزب الله بتحديد مستقبل لبنان، وباشاره تحديدا لموضوع الحكومه؟ بعتقد هي تمنيات اكثر من هي اشياء عمليه، لانه في كثير من الامور للاسف بالسياسه الخارجيه الامريكيه، كنت عم بقرا مقال مش من زمان عم بيرجع ينقض السياسي الخارجي الأمريكي وبيقول إنه من وقت ووترغيت وريتشارد نيكسون لحد اليوم أثبتت السياسي الأمريكي للأسف فشل بكثير من الملفات الدولية. أملي إنه ما يكون كمان نفس الشيء عم بيحصل بالملف، يعني بتخاف يكون ارتداده سلبي عليك على فريقكم السياسي هذا الكلام، يعني تشدد أكثر من فريق 8 أدار بالمرحلة المقبلة؟ لا منه بالضروري، لأنه اليوم كلنا بنعرف إنه ما عادش حدا جاب سيرة الشيطان الأكبر من وقت صار اللقاء بين أو التواصل الاتصال الهاتفي بين أوباما وروحاني. بس امبارح انرفعت رجعت شعارات بطريقة عن هذا الشيطان الأكبر بطريقة مدروسة ومضبوطة، لأنه الكل بيعرف إنه الحكومة الجديدة والرئيس الجديد في إيران على تواصل دقيق جدا وواضح جدا مع السلطات الأمريكية، ومن هون كان جزئيا موقف المملكة يمكن السعودية وزيارة كاري السريعة إلى المنطقة. بالإشارة أيضا للسعودية، زيارة الرئيس سليمان مرتقبة إليها، ما بعرف إذا ختام هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل إن شاء الله خير. نهار علمت أنه يجري ترتيب هذه الزيارة وتحديد الموعد بات على نار حامية، ما يشير إلى أنه قريب بدءا من السبت المقبل. بحسب هيك اعتقادك ماذا ينتظر تحديد الموعد؟ انا بعتقد بالاساس كان في بعض الامور اللي وضحها القصر الجمهوري حول تاخير موعد الزياره وكمان وضحها السفير السعودي بوقتها. بعتقد انه في بعض الامور اللي لازم يكون في التواصل معه، اكيد رئيس فخامه الرئيس مش رايح لحتى يطلب اذن من المملكه العربيه السعوديه، هو تواصل مع دوله شقيقه وعزيزه وصار لزمان الى جانب لبنان عبر القرون الماضيه، يمكن هو فقط للتداول ببعض الأمور. يعني ما بتعتقد انه رح يكون في يعني مثل ما انكتب بالصحف قبل يومين رهان على معجزه يعود بها رئيس سليمان، وهل يعود بحكومه لم الشمل وغير ذلك؟ يعني ما بتعول على نتائج زيارته. انا بعتقد المعجزه المطلوبه بموضوع الحكومه هي داخليه وليست خارجيه. ونحن اكيد بنعرف انه المملكه العربيه امتداداتها استاذ معلوف منها خارجيه، امتداداتها خارجيه، ولكن شئنا ام ابينا اليوم ما بعرف اذا رح نحكي بموضوع الحكومه بهالحلقه، اكيد بتاني قسم، بس في نقطه يمكن فينا نعالجها بوقتها لكن بهذا الاطار. طيب بختام الحديث عن مؤتمر جنيف والتداعيات بشكل عام، ستافرو جبرا بكاريكاتير البلد تحت هذا العنوان مؤتمر جنيف لن يعقد بتشرين الثاني، صور الاخضر الابراهيمي يطوي سجاده كانت ستقود الى هذا المؤتمر وقد تدلت من لفافه ورق تستخدم عاده بالتواليت، يعني وكان مفعول ما كان سيقال في هذا المؤتمر يعني بلا طعمه فينا يعني بالفعل بعتقد عم نحمل الاخضر الابراهيمي اكثر بكثير من ما لازم نحمله، عم بيلعب اكيد دور كمبعوث للامم المتحده والجامعه العربيه بهذا الاطار، ولكن بنفس الوقت بعتقد الموضوع متشعب اكثر بكثير من انه يتحمل مسؤوليته الاخضر الابراهيمي. بعد الفاصل الأجواء المحيطة بتشكيل الحكومة والاستحقاق الرئاسي مع الأستاذ جوزيف المعروف.
موضوع تشكيل الحكومة مدار بحث اليوم بين رئيس سليمان والرئيس المكلف. مصادر جريدة النهار بتقول أنه الرئيس المكلف يشعر بثقل المواجهة السياسية بين حزب الله وتيار المستقبل، ويعني من المتوقع أنه يعدد النقاط المتعلقة بمأزق التأليف. من موقعك مأزق التأليف أين هو تحديداً؟ مأزق التأليف هو منه بلا رام أكيد ومنه بالصيغ. مأزق التأليف أنه فخامة رئيس الجمهورية انطلاقا من طاولة الحوار الوطني بأيار العام الفائت 2012 أعلن بكل وضوح أنه إعلان بعبدة سيكون هو الركيزة الأساسية لأي بيان وزاري لأي حكومة عتيدة، وهذا المشكلة الأساسية. بعتقد كل الترامي بالصيغ والتلت المعطل وغيره هي القشور. اللب للموضوع هو انه في ناس اليوم في جامعات بلبنان، في فئه اساسيه بلبنان لا تعتبر انه علان بعبده هو صالح لان يكون العمود الفقري للبيان الوزاري، بالاضافه للتمسك بالمثلث الذهبي الجيش والشعب والمقاومه. يعني في حال صار الالتزام باعلان بعبده بتوافق قوى 14 اذار انه تعطي حزب الله ما يريد؟ ما هو قوى الالتزام باعلان بعبده يعني النائب النفس عن السياسي عن الوضع السوري ويستتبع بالتالي انسحاب حزب الله وغير قوى طبعا على شكل اصغر بكثير وغير ممنهج من الصراع بسوريا. وكمان كنا سبق ونذكر خلال هذا الاسبوع انه التمسك بالقرار الدولي بال 1901. نعم، ولكن النائب وليد جنبلاط امبارح يعني دعا لعدم تكبير الامور، يعني لحسره بالشان هيك اهتمام بشؤون المواطنين يعني وعدم انتظار مساله يعني التوقف عن مساله الانسحاب او عدمه من سوريا. هو السؤال اللي بيطرح نفسه حقيقه بالمعادلتين اللي طرحهم امبارح الوليد بايك. اولا بيقول انه لازم يكون في حكومه لتهتم بالشؤون الاساسيه. نعم. المعيشيه الحياتيه. طيب كيف فيها تكون في حكومة تهتم بهالشؤون وبالتالي وتاني موقف بيقول انه انا اذا تألف حكومة غير مثالية او بسحب الوزراء تبعي. نعم. او حكومة امر واقع. ايه حكومة امر، هو الامر الواقع انه يعمل حزب الله اللي بده اياه. هذا الامر الواقع، الامر الواقع. نعم. اليوم بلبنان انه حزب الله عم يعمل بده اياه من فترة لليوم، وخاصة ل 2005 لليوم بالانقلابات اللي صارت متتالية. يعني اليوم موضوع الحكومة هو ما هو اعلان بعبده. يعني فخامه رئيس جمهوريه اكد ويؤكد على طول ومن بعد تسجيله بالامم المتحده انه اعلان بعبده هو يعكس تماما ما هو موجود في الدستور اللبناني ووثيقه الطائف. يعني ما بعرف اذا اليوم في انقلاب على الطائف مثل ما سمعنا. نعم. كمان دوله الرئيس بري امبارح عم بلمح لموضوع النظام اللبناني الغير صالح. نعم. رح نوصل. ولكن بالنتيجه بعتقد فلنزيد اصرار خاصه بتهديد وليد بايك بسحب وزرائه من الحكومة. أنا برأيي الحل الوحيد اللي راح يبقى قدام فخامة الرئيس ودولة الرئيس المكلف أنه يعملوا حكومة حيادية حتى مش موجود فيها وليد بايك. إذا بده يهدد يسحب وزراء وتصفي غير ميثاقية مثل ما يدعي البعض بيصير بهالحالات هيدي، إذا انسحب الطائفة معينة بتصفي غير ميثاقية الحكومة وغيره. يعني خلينا نسحب كل هالتجاذبات وكل هال الافتراضات اللي بنعملها من الموضوع، لانه حقيقه عيب بضل مرتهن موضوع الحكومه بتجاذبات سياسيه لن تبقى خارج اي حكومه شو ما كانت صيغتها تجمع كل الاطراف. ولكن ميسم رزق بالاخبار استاذ معلوف بتعتبر انه فريق 14 اذار اتخذ قراره بعدم المشاركه بموضوع الحكومه، وبات تكريس منطق التعطيل هو الغالب بظل مضي الطرفين بخياراتهما، ولن يعود اي منهم الى الوراء، وسيبقى تشكيل الحكومة معلق حتى إشعار آخر وارد اعتذار الرئيس سلام. ما بعرف الموضوع. يعني بنشوف أول شيء تعليقك على العنوان الحريري لا حكومة أيا كان شكلها. لا هيدا منسوب للرئيس الحريري بهذه الطريقة. ما بعتقد هيدا الموضوع استنتاج يعني. هيدا استنتاج بس ما محطوط نقطتين كأنه هو قايل هيدي الجملة. منه قايل هيدي الجملة الرئيس الحريري. كان واضح بطرحه من الوقت اللي طرحه بالخطاب اللي ألقاه بعيد الفطر.
وكان واضح بالدعوة. نتيجة لقاءات باريس هذا الاستنتاج عندك جو يعني معطيات شو صار باريس؟ إن لقاءات باريس كلنا بنعرف انه كانت لقاءات لبعض اقطاب قوى 14 اذار مع الرئيس الحريري. نحن كل شيء عم نقوله انه اليوم اذا هناك من يعطل هو من بيلايموا الوضع كما هو عليه وبيروح بطريقه انتقائيه او استنسابيه ينقي بعض الامور اللي بده بحسب الحكومه يدعي عليها. اليوم حكومه تصريف الاعمال لا تستطيع القيام بعمل حكومي عتيدي اصيلي موجود بمكانها، وهالشيء عم بيترك فسحه حريه كبيره لعدد كبير من الوزراء بان يتصرفوا كما يشاؤون، ان كان بسلف الخزينه ولا ان كان بالتعيينات ولا بالتوظيفات ولا بغيره، بالاضافه لانه ما في حدا عم بيطالب بطريقه مباشره او عم يحرش حزب الله اكثر من داخل الحكومه القائمه بالخروج من سوريا وعدم التعاطي بالازمه السوريه او بالالتزام باعلان بعبده وغيره. يعني كل هالتجاذبات بصراحه اذا بنسحب كل المتغيرات من او المواقف واذا ابقينا فقط على اعلان بعبده كركيزه اساسيه اللي موافق عليه جميع الاطراف السياسيه بلبنان، بنلاقي انه اعلان بعبده بحد ذاته هو نقطه خلافيه اساسيه والذي يعني يتداعى بطريقه سريعه كل مكونات من اذار للوقوف ضده مع انه هن جزء اساسي من كتابته لاعلان بعبده ومن الموافقه عليه. يعني بتقول انه الاعتراض عليه منه فقط من حزب الله؟ لا لا، كان واضح الرئيس بري حتى قال بوقت من الاوقات انه رجع قال انه جزء من مبادرته هذا ان شاء الله يعني خير ان شاء الله خير، مع انه كمان قال انه قد لا يصلح ان يكون هذا، وحتى كلامه امبارح بحديثه عن انه التمسك باعلان بعبده وحكومه حياديه هو ك شيء بعد كامب ديفيد بالمقاربة اللي عملها كأنه شي حدا عم بيتطلب يتزوج مبارك بعد كامب ديفيد شيء من النوع. بيقول يعني بيسأل بمقال لمحمد بلوط بالديار، شو العلاقة بين المطالبة بانسحاب حزب الله من سوريا وبين تشكيل الحكومة؟ وبهال سياق تحديدا بيرجع بأكد أنه النظام اللبناني الحالي هو مولد للحروب وللفتن وللأزمات، حرام أن يبقى. يعني إن شاء الله ما يكون هالشي إعلان مطلق ومباشر لتخلي الرئيس بري عن الطائف. لحد اليوم بعد ما عطينا الطائف حقه بتطبيقه، لحد اليوم مع أنه الرئيس بري كان من الأشخاص اللي عم بيطالبوا بتطبيق الطائف، ما بعرف إذا ما يحدث اليوم هو انقلاب على هذا الموضوع، إن شاء الله قريبا بيتم تفسير لهذه القصة. والتداعي إلى طلب استعادة النظام أو عودة إلى نظام جديد بالوطن، للأسف إذا بنطلع عبر التاريخ المعاصر من وقت الاستقلال لليوم أو من قبل حتى، كل ما كان في تغييرات نظام بالبلد أو هناك من يتداعى إلى تغيير نظام بالبلد كان يترافق هذا الموضوع للأسف مع بعض المشاكل الأمنية والحروب الداخلية. ليش نحن عم نعيش بسلام من 2005 حتى اليوم؟ لا مش عم نعيش بسلام، العيش بسلام اليوم مظبوط منا شعارات يتطلب أنه بالوضع الاقتصادي القائم أن يكون هناك سلطة تتعاطى مع شؤون المواطن بطريقة سريعة جدا، إن كان على صعيد اقتصادي أو إنساني أو اجتماعي، للتعاطي مع الملف النازحين السوريين بطريقة جدية أكثر. المحاولات لهذا الموضوع بظل حكومة تصريف أعمال مش عم بتوصل لنتيجة سليمة، بالإضافة لترك كل هالأمور الخلافية إلى طاولة الحوار، إن كان على طاولة فخامة رئيس جمهورية أو تحت قبة البرلمان اللبناني. لماذا اعتبرت كلام الرئيس بري عن النظام أو تمنيت أن لا يكون نقد لاتفاق الطائف بوقت حلفائك ب 14 اذار منهم حزب الكتائب بيقول انه في مشكله بهذا النظام؟ يعني في التقاء بالرايات. انا برايي في مشكله بالنظام لا يعني انه عطينا للطائف حقه، انا برايي انه نظام الطائف لحد اليوم بعد ما تطبق بطريقه سليمه. كلنا بنعرف انه بعدنا الموضوع مجلس الشيوخ وموضوع المجلس نواب خارج اطار الطائفي وامور عديده اخرى لم يتم تطبيقها بالبلد. يعني اذا الواحد بيغير شيء اذا جرب ولا امن منيح. هلا طبعا في بعض الامور وخاصه بما يتعاطى بصلاحيات فخامه رئيس جمهوريه ضمن اطار وثيقه الطائف قد يتطلب اعاده النظر فيها، ولكن بشكل عام لحد اليوم ما عطينا الفرصه السليمه. ان كان النظام الوصاية اللي كان موجود
من التسعين للألفين وخمسة عشر سنة بعد ما صار اتفاق الطائف اللي أصروا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عدم تطبيقه، ونحن اليوم من 2005 لليوم بعد ما قمنا بخطوات جدية لتطبيق الطائف. نبيل بومنصف بهذا الإطار بجريدة النهار بيقول فريق 8 أذار يشعر أن الفرصة التي بين يديه الآن لن تتكرر، استمرار غير مأمون إطلاقا، ولذا لن تستولد الأزمة الحكومية سوى معركة لا هواد فيها لأخذ النظام برمته بجريرة هذه اللحظة، وأي حسابات خارج الحقيقة هي أيضا وهم وسراب. يعني يشير إلى ربما هدف، يعني بالنهاية هدف فريق 8 أذار الوصول للمؤتمر التأسيسي اللي كان دعا له السيد حسن نصر الله من خلال تفريغ كل المؤسسات. يعني هلا تفريغ المؤسسات خطه قائمه من فتره، مش شو هدفها؟ مش هدفها اساسا اليد اليوم للاسف في قبضه اليد موضوعه على كثير من مرافق الدوله الحيويه او من الوزارات، ومن هون استمرار وزاره تصريف الاعمال مناسب جدا لإلهم. مش بس هيك، كلنا بنعرف انه للاسف في تغطيه لعدد كبير من المواضيع اللي تتطلب الاصلاح والفساد المستشري بالبلد، اللي لها تغطيه مباشره من عدد من الوزراء الموجودين. هذا ما دفع الرئيس مئاتي لطرح الصوت وطلب جلسه لتحديد مهمه تصريف الاعمال، يعني شو ممكن تكون، ام يريد تعويم الحكومه كما قيل؟ لا، بستبعد انه يريد تعويم الحكومه، انا برايي انه عدد من الوزراء عم بطريقه استنسابيه لمي ببعض الامور عم بيطالبوا بعقد مجلس وزراء، وهون بالفعل في امبارح حتى بلجنة الأشغال كان في عنا حوار حول موضوع تلزيم البلوكات والنفطية للغاز بالبحر، نعم، وغيره، وفي للحقيقة ضبابية كتير حول القانونية أو دستورية انعقاد الجلسة لمجلس الوزراء اللي البت بموضوع كهذا. نعم. اليوم امبارح كان في أحد الزملاء طلب أنه فلنتداعى كل الموجودين بالجلسة لطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء. أنا برأيي بالتمثيل اللي كان موجود امبارح من كل كتل النيابية، أول جلسة من أول ما بلشنا بلجنة الأشغال بال 2009 لليوم كان فيها 16 من 17 نايب، أكيد موضوع مهم جدا كان. كنت بتأمل بما أنه فيها التمثيل الواسع لكل الشرائح الموجودة على الساحة السياسية اللبنانية أن نتداعى لحتى نقول أنه يا جماعة هيدي الأمور الأساسية مثل موضوع الغاز والموضوع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وحاجات المواطن، خلينا نتداعى ونطالب بحكومة حيادية نكون كلنا براتها ونخلي كل التجاذبات خارج هذا الإطار. طالما أشرت لاجتماع لجنة الأشغال، شو صار بالاجتماع؟ يعني اليوم جريدة النهار طرحت سؤال هل حقا انسحب الوزير جبران باسيل، والنائب أباني أيضا اعتبر أنه طرح التوصية سياسي خلال هذا الاجتماع. أكيد. شو صار تحديدا بالاجتماع؟ لا ما انسحب ابدا، لا كان في للحقيقه كل الاكثريه الساحه من النواب اللي كانوا موجودين كان عندنا اسئله معينه طرحناها، جاوب عليها الوزير ضمن الوقت اللي كان متفق عليه، ووقت انتهى من اجوبته ترك الاجتماع، بس ما كان في انسحاب ابدا من الاجتماع بطريقه غير سليمه. لا الى ماذا انتهى الاجتماع؟ هلا التوصيه اللي كانت مطلوبه اكيد سياسيه بامتياز، ولمحت لها هلا او شرحتها، كان في طلب لانه نطالب كلجنه بعقد مجلس الوزراء، مثل واحد عم بيجرب يزحط موضوع معين لما يكون الواقع اصعب من هيك، اكيد هيدي موزي صعب نصحت عليها. توقفت بسؤالك بخلال الاجتماع عن المعيار يلي عم بيصير اعتماده لفتح البلوكات النفطية بخلال الاجتماع تسرب هذا الموضوع؟ والله أنا لا، حكيت عن المعايير وحكيت بطريقة واضحة جدا. ليه عندك انطباع أنه كمان بالموضوع؟ مش لحالي، كل تلفيعات يعني أو في تاريخ مؤلم نعيشه بلبنان حول الفساد المستشري، وفي كثير من التظبيطات اللي بتصير خلال هيدي الامور. انا سالته بكل وضوح لمعالي الوزير، نعم القانون اللي صوتنا عليه واتفقنا عليه كل الكتل النيابيه بمجلس النواب، نعم، يحد من احتمال ان يكون هناك فساد بطريقه طرح المزايدات او الوصول الى عقود تنقيب وغيره، ولكن كيف نضبط
الكوميسيونات بكل صراحة اللي فيها تكون عم تروح من تحت الطاولة، ونتأكد من أنه بعض المؤسسات اللي عم ينشغل عليها مش بتصب بخانة أشخاص معينين بالبلد، لأنه بالنتيجة هيدي الرزقة اللي الله بعتنا إياها مثل ما قيل مبارح، مش للأسف في مثل منه كتير حلو، ولكن في مثل بيقول إجا ولد للأكفة ضيعوه بالبقبشي أو عوروه بالبقبشي. بقى في تجارب سابقة فيما يسمى بالداتش ديزيز بمعاناة هولندا بهذا الملف، في معاناة الكوت ديفوار بهذا الملف، اللي حلو نتعلم منها ونحاول انه نضل بكل بساطة وبكل شفافين وبكل صراحة نضاف. هذا بالنسبة لموضوع النفط، قانون الانتخاب لماذا لم يبحر مركب هذا القانون مثل ما قال جابرييل مراد اليوم بالبلد أبعد من المتفق عليه؟ يعني كان في شعور انه الاجتماع صوري مجرد انه انعقد، ما في حتى ترقب لنتائج بالمرحله المقبله. بكل بنطالب حقيقه بكل جديه، خاصه انا بوضعي القائم، بكل جديه ان نصل الى قانون انتخاب بوضعك انه منك مرشح. يعني انا ماني مرشح، ماني مرشح حتى لو تغير القانون. اكيد اكيد، لان برايي انه المداوره سليمه وفي الكثير من الاشخاص اللي عندهم الكفاءات المطلوبه اللي فيهم يمثلوا المواطن بلبنان ككله بقضاء زحمه. نعم. بشكل خاص العمل انه يتم التعاطي مع هذا الملف بجديه، ومن الاساس كلنا بنعرف ليش لحصل التمديد بالطريقه اللي حصل فيها. عملنا انه ان نصل الى قانون باسرع وقت ممكن، وكنا كتكتل القوات اللبنانيه ككتله نواب زحله قلنا باسرع وقت اذا وصل القانون سنطالب ب التقصير مدة التمديد اللي وصل لحصل. لأنه بأسرار آلهة اليوم القيادات المسيحية قد تلتقي على المطالبة باعتماد الدوائر الصغرى بقانون الانتخاب، ومن ثم المباشرة بترسيم حدود كل دائرة. مطروح هذا الموضوع يعني القيادات المسيحية على ضفتي 8 و14. موضوع الدوائر الصغرى الحقيقة مطروح كان من يعني نقطة لقاء بين الأرثوذكسي واللي طرحته المشروع اللي طرحته قوة 14. لا، القوات اللبنانية طرحت الدوائر المصغرة بالأساس، ويا ريت وقتا نمشى فيها، لأنه إذا اندرست بطريقة سليمة كانت إذا ما وصلنا للهجين كانت قد تكون من أسلم الاقتراحات القوانين التي توصل إلى التمثيل المتوازن. انا بدنا ناخذ بريك، رح نرجع من بعده نتابع الموضوع والديناميه على الساحه المسيحيه. بدي اسالك تحديدا عن هالمؤتمرات يلي القوات اللبنانيه كانت غائبه عنها. لحظات ونعود لمتابعه البرنامج. اهلا بكم من جديد لمتابعه هذه الحلقه وهذا الحوار مع الاستاذ جوزيف معلوف. اهلا وسهلا فيك من جديد. كنت سالتك قبل الفاصل عن الحراك على الساحه المسيحيه، اسرار الجمهوريه تتساءل اوساط مسيحيه ما اذا كان هذا الحراك ينم عن شعور بالقلق ام عن وجود ديناميه سياسيه متجدده؟ اي من الاجابتين تميل اليها اكثر؟ ديناميه لا، يمكن بميل لاتجاه اخر، انه أكيد نوايا وغيرة القيادات الروحية والأشخاص اللي عم بيشاركوا بهذه المؤتمرات من الغير المدنيين، الشخصيات الروحية اللي عم بتشارك، أكيد نقدر نواياهم وغيرتهم على المسيحية. نعم. بنفس الوقت بعتقد أنه الأهداف المضبوطة لهذه اللقاءات بعيدة عن الشعارات الكبيرة اللي سمعناها بهذه اللقاءات. يعني شو الهدف منه؟ اول شيء اللي بدنا نقوله كيف فينا ما نكون عم نذكر ونرجع للارشادات الرسوليه، كان من البابا يوحنا بولس الثاني او كان من بنديكتوس التاسع عشر، البابا بنديكتوس التاسع عشر، اللي كانت واضحه جدا جدا باطار الوجود المسيحي المشرقي على امتداد هذا الشرق. ليش لحتى ما بنرجع لها او للمؤتمرات، المؤتمر الماروني المفتوح من 2003 ل 2006 اللي كان في كثير من التعاطي بهذه الامور، اين هي اليوم وشو صار بتطبيقها لحتى نطلع من مبادرات بهالوقت المعين؟ لانه بالنتيجه كان واضح جدا انه هناك تلميح من بعض اللي تكلموا، وخاصه بوجود سفير النظام السوري. نعم.
اللي بيدل كانه في محاوله للاشاره انه هذا النظام يحمي السوريين. كان في كثير دبلوماسيين، يعني هلا الدبلوماسيين ما هي كلمه دبلوماسي تعني الوجود بكل المطارح، بس وجود شخص السفير السوري وبعض الكلام اللي سمعناه يؤشر كانه عم نقول نلمح الى انه النظام السوري يحمي المسيحيين. معلش من اجل ذلك القوات اللبنانيه قالت كلمتها وقاطعت يعني هالمؤتمر. نحن بالاساس ما كان لان شاعر بهذا الامر، يعني مش لان شاعرين بهذا الامر، في واقع واضح جدا. نعم هو انه الأكترية الساحة من المسيحيين اللي موجودين كانوا بهذا المؤتمر هم من حلفاء النظام بالسابق وحتى اليوم. واضح جدا أنه تناسوا أنه اليوم لاستمرار المسيحية في هذا الشرق المطلوب لا أنظمة طاغية ولا أنظمة قمعية ولا أنظمة أمنية، والمطلوب كمان بالعكس مش مطلوب أنظمة تكفيرية أو متطرفة تيجي تحكم. ما يتلاقى مع روحية والتلاقي بالفكر المسيحي هو بكل بساطة الأنظمة الديمقراطية والأرض اللي ملاني حرية اللي بتزهر فيها التلاقي بين الأديان السماوية جمعاء. نعم. بس هل انطباع اللي عكسته أستاذ معلوف أو صوت التيار الوطني الحر اليوم بمقابلة مع غراسيا بيتار بالسفير بتقول لم يرد بالوثيقة أي كلمة تمت من قريب أو بعيد للرئيس السوري أو النظام السوري وحتى بكلمة العماد عون الذي طالب كل الأنظمة الآتية والباقية بحماية المسيحيين العرب حان وقت التقييم؟ يعني ليش كلمة باقية؟ كلمة باقية فيها محفوظة فيها خط الرجعة. بلكي ما قصد بالسورية، قصد بغير دول. معليش ما فينا نحن نعتبر أنه وجود السفير السوري كرمز لحماية المسيحيين وليعطي غطاء معين مباشر أو غير مباشر لهيك مؤتمر من ننسى انه معلش المسيحيين بسنه 1968 وقت صارت الحركه التصحيحيه كانوا تلت عدد السكان بسوريا، اليوم عدد المسيحيين بسوريا لا يتجاوز 10%. من المؤسف انه نكون عم ننسى الارقام، من المؤسف انه نكون عم ننسى انه هذا النظام اللي بلش من ال 75 ان كان بعكار ولا بالضمور من خلال الصاعقه واللواء اليرموك، ان كان بزحلي وان كان بكثير من المناطق، بالإضافة لكل الاضطهاد اللي صار من قبل هذا النظام، لحتى نيجي اليوم ونصور هذا النظام أنه هو يحمي المسيحيين من التكفيريين هو تصحيح الخطأ بخطأ آخر. بموضوع مسيحي أيضا متصل، ألان سركيس بالجمهورية بيقول الفاتيكان من أبرز اهتماماته في هذه المرحلة انتخاب رئيس جمهورية لبناني بموعده الدستوري لأنه رئيس المسيحي الوحيد بالشرق وفراغ المنصب سيشكل عنصر يأس إضافي للمسيحيين بهذه المنطقة. أولا عندك علم عن اهتمام فاتيكاني بهذا الشكل؟ وهل من الممكن بالتالي أن تكون هنالك مونة فاتيكانية على الفرقاء المسيحيين تيتفقوا على شخص واحد للرئاسة؟ حتى لو اتفقوا المسيحيين على شخص واحد للرئاسة ما بعتقد أنه هذا المطلوب اليوم. بعتقد ولا مرة يستمر أي فئة أو أي أقلية بالعالم، ونحن منا أقلية هون بلبنان يعني ومنا أقلية بالشارع حتى إلا إذا اعتبرنا حالنا أقلية، ما فينا نستمر من خلال أن 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 نتقوقع أو نرتهن لأنظمة. الضرر الأساسي اللي حصل للمسيحيين بالشرق هو من خلال استسلامهم لأنظمة قمعية، من خلال للأسف تواطؤ بعض الفئات المسيحية مع فئات بنعرفها انه لا تتناول ابدا تعاليمنا حول عيش الحريه وبظل ديمقراطي سليم تتلاقى فيه جميع الاديان تحترم التعدديه. بعتقد للاسف جزء من اللي سمعناه بالمؤتمرات الاول والثاني تغاضت عن فكره اعرف الحق والحق يحرركم اللي هي ايه منا عاطله نتذكرها على طول من الانجيل. بالنسبه لانتخابات الرئاسه نعم. شايف انه رايحين على فراغ؟ لا انا بتامل انه ان شاء الله لا، لانه بالنتيجه مثل ما قال فخامه الرئيس فخامه الرئيس بعتقد جدي جدا بالطرح اللي طرحه من كم يوم حول انه ان شاء الله بيكون اول رئيس بيسلم بطريقه مباشره من 40 سنه لليوم، وانا عندي كامل الثقه بطرحه وقلقه، وحتى الحكي فيه امبارح بالذكرى الخمسين للمعهد القضائي انه للاسف موضوع الرئاسة إن شاء الله ما بيتعطل، وإذا بيتعطل معروف مين عم بيعطله، مش عم بزت أبدا ولا عم بحكي كلام قديم. اليوم في استمرار
بطريقة مباشرة من 2005 اليوم لتعطيل كل مرافق الدولة من نعم. مجلس نواب لوزارات وصولا إلى اللي عم نشوفه اليوم باستمرار وجود حكومة تصريف العمل. هيك كاريكاتير مهضوم لأنطوان غانم بجريدة الجمهورية عن مواصفات الرئيس الجديد، بيقول رامبو، هيركوليس، شمشوم، مارد الفانوس، جراندايزر، طرزان، مين بيلبي كل هالمواصفات؟ في شخص بعتقد لازم ينحط اسمه هون، انه مفروض يكون شخص حقيقة بيشبه سقراط يمكن او ارسطو، يعني بدك شخص حكيم عنده الحكمه. لا هلا ثائبت قال دكتور جعجع انه منه مرشح لرئاسه الجمهوريه. ما دعون كمان قال منه مرشح. يعني بعتقد انه بالنتيجه بمواصفات الرئيس المطلوب اليوم بكل وضوح، في تطور مميز حصل بالقطاع الاقتصادي والاداري بالعالم بالتسعينات، انطلق من عدد من الكتب. واحد من الكتب اللي كان له تأثير كبير على هالاتجاه لخلق روح معينة بالإدارة المؤسساتية، كتاب كاتبه شخص اسمه بعتقد توم موريس، بيقول عنوان الكتاب If Aristotle ران جنرال موتورز، يعني يا ريت أرسطو بيجي بدير شركة جنرال موتورز. وبالفعل سمعوا علي وعلى كثير من الكتاب بهذا الاتجاه، عدد كبير من المؤسسات الدوليه اللي احجام اكبر من احجام دول، وراحوا باتجاه استعاده الروح والقلب بالاداره. اليوم ما نحتاجه بالوطن هو روح وقلب تتلاقى مع طموحات اللبنانيين كلها، ان كان على صعيد رئاسه الجمهوريه، مش عم بقلل من وجود فخامه رئيس الجمهوريه الحالي، ولكن عم بقول المطلوب اكثر من اي شخص ثاني. يعني مش طبيعه المرحله المقبله هي اللي بتحدد الرئيس، يعني اذا كانت يعني امنيه، عسكريه، سياسيه، يعني اقتصاديه. اكيد في تحديات كبيره بتاثر، ولكن مع تاثير هيدي الامور مش لازم ننسى انه في روحيه وطنيه معينه مطلوبه تترفع فوق اي خلافات داخليه وتساعد على تلاقي جميع الشرائح بهذا المجتمع. اكيد يعني صعب، لو هين ما كنا عم نحكي فيه، لو موضوع هين ما كنا عم نحكي فيه، بس ما بيخلى الامر. معلش، الناخب الاكبر بهالاستحقاق مين رح يكون؟ مين؟ الناخب الاكبر. الناخب الاكبر انا برايي ان شاء الله يكون الناخب الاكبر راي المواطن اللبناني اللي عم ياخذ فيه من يمثله بمجلس النواب، وليس النواب بحسب انتماءات قد تكون ضيقه او فئويه او زواجات مصلحه موجوده للاسف اليوم بين عدد من التكتلات النيابيه. اليوم من الايام بيقولوا نحن بدنا نشتغل بالمفرق مع الرئيس تمام سلام، وما عاد في 8 اذار، ويوم بيرجعوا 8 اذار، يوم مع مئاتي، يوم ضد مئاتي، يوم بدهم حكومه تصريف اعمال، يوم ما بدهم حكومه تصريف اعمال. يعني الواقع للحقيقه مش عم نكرر هيدي الامور، هذا واقع عم نوصفه، وللاسف هالواقع اللي عم نوصفه هو دليل قاطع لما يحدث اليوم من تعطيل للدولة وسرقة للدولة على جب للأسف بكل ما للكلمة من معنى. يعني بختام هالحلقة، العلاقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على مستوى الطلاب، تحدث عنا إبراهيم حيدر من خلال الانتخابات الطالبية اللي عم تشهدها الجامعات، بيقول هالانتخابات باتت صراع ومواجهة لتسجيل نقاط، فيما ذهبت القوات لحد تحزيب 14 أذار بالجامعات كما خارجها إلى حد جعلها حزبا، كذلك فعل التيار الوطني بنظرته إلى 8 أذار وإن كان يحاول أن يميز نفسه عن أطراف فيها. وفي المقلبين لا تتوافق النظرة مع واقع الحال، القوتين السياسيتين متشكلتين من تجميع قوة طائفية. يعني اللي عم بيصير على المستوى الكبير عم بيترجم على مستوى الجامعات. هلأ من الطبيعي أن يكون المجتمع يعكس الواقع السياسي الموجود بالبلد اليوم. نفس الوقت ما فينا غير ما نقول عم بيصير على الأقل في انتخابات بهذه الجامعة، بس المشكلة أنه ما حدا عم بيعترف بنتائج التاني حتى لو كانت مثبتة لمصلحة الطرف على الأقل. يعني هيدي سمعناها بالماضي، ولكن أول شيء اللي صار بالNDU هو من ظاهرة جديدة، معروف انه سنه الماضي صار في فوز بالتزكي، والسنه كان فوز بالتزكي ل 42 عضو الموجودين بمجلس الطلبه. اللي صار بالايوبيين امبارح لازم بالعكس كلنا نقول نشهد للطريقه الديمقراطيه اللي تعاطوا فيها الطلاب بالايوبي، وهي فخر يعكس الطريقه اللي تعاطوا فيها بالنظام الديمقراطي بلبنان ككل. من الطبيعي انه يكون في
توزيع سياسي لهذه المقاعد. هلا طبعا في تحالفات على طول عم تكون متغيره حسب ظروف بعض التحالفات، ولكن التحالف الثابت واضح انه 14 اضرار من ميلي و8 اضرار من ثاني ميلي. اذا كان المؤشر للتقدم القوة السياسيه او تراجع الانتخابات الطلابيه، هل قوة 14 اضرار ما تزال بخير؟ اكيد قوة 14 اضرار بخير، رغم الاخطاء يعني عملنا اكيد في اخطاء كثيره ونحن عم نعترف بهذه الاخطاء، ولكن الاخطاء اللي صارت لانه كنا قسم منا، اكيد نحن مسؤولين عن الاخطاء 100%، ما في نلومه على حدا اخر، ولكن طريقه التعاطي مع بعض الاقتراحات كانت عم تيجي من ثاني ميلي كان فيها كثير براءه، لحتى ما نقول غير كلمات عم سميها براءه، وكان فيها مد يد بمطارح ما كان لازم تنمد فيها اليد. اليوم لما نشتغل بنظام ديمقراطي بالعالم كله، كل من يفوز بانتخابات نيابية يكون هو السلطة التي تحكم، ومن هون كان في الخطأ الكبير اللي صار بال 2009، وكمان أعيد تكريره بغير وجوه مش منا، من قبل الفئات الأخرى، خاصة بالانقلاب اللي صار وقت تشكلت وزارة المئاتي. بدي اقول بس شغلي تاني، ذكرتي بالمقال انه العونيين بمطرح من المطارح عم بيكونوا مع 8 اضرار ومش مع 8 اضرار. للحقيقه بصراحه اليوم بعد ما نشوف بعض المواقف اللي عم بيظهر فيها التيار العوني، بالرغم من انفتاحه على بعض الاجتماعات التنميه وغيرها، بكره في اجتماعات مع تيار 100%، انا برايي شو ان شاء الله هدفها هيدي؟ هلا هدفها اكيد تواصل ضروري بين كل الاطراف، تواصل ولا مره ولا استحقاق رئاسي؟ ما بعرف، يمكن كل الامور طبيعي اللي بيصير هيك لقاءات، من الطبيعي ان تتناول هذه اللقاءات، وقد تتناول الكثير من المواضيع الانيه. بنفس الوقت خوفي انه بهالمرحله ما يكون التيار عايش بعتذر على الكلمة ازدواجية شخصية، لانه لحد اليوم ما بنعرف كانه مع ولا عدا ضد وجود ازدواجية او انفصام. انفصام لا لا مقصود، يمكن هذا ضربي على الحف وضربي على المسمار لحتى نعرف كيف بيصير. معقولة، وخاصة لما نتطلع بموقف الجنرال الأخير من الأسبوع الماضي حول وجود حزب الله بسوريا، اللي كان غير واضح تماما، وكيف في إنه يكون عم بدافع عن الوجود المسيحي ومعتبر إنه فينا نحن نكون عم ندعم النظام بسوريا بطريقة مثل ما هو، بطريقة غير مباشرة من خلال حلفائه اللي موجودين بسوريا، وعم بتبين إنه أكثر من حزب الله كمان عم بيقاتل بسوريا من قبل حلفاء النظام بلبنان. بهالموضوع كنت وصلت لختام الحديث معك استاذ جوزيف معلوف. تسلم. انا بدي اشكرك شكرا جزيلا على مراقبتك هذه الحلقه، شكرا ايضا للمشاهدين على المتابعه، والى اللقاء.